أعلنت الأوساط الرسمية والشعبية في الأردن تسمية الأمم المتحدة الكويت مركزاً للعمل الإنساني وإطلاق لقب قائد للعمل الإنساني على حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وأجمعت تلك الجهات على أن منح سموه ذلك اللقب يأتي تتويجاً لمسيرة حافلة بالإنجازات قادها في دروب العمل الإنساني الخيري، وتمثلت في إطلاق المبادرات الإغاثية العاجلة في كافة أرجاء العالم، بل وإقامة المؤتمرات الإنسانية أيضا. ليس من فراغ، بل وراء الحدث قصة إنسانية ومسيرة خالدة من الخير الذي لم يتوقف. بهذه الكلمات يختزل موقف الأردن ورؤية الناس في المملكة لحدث التكريم الدولي لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كقائد إنساني عالمي. هنا ينظر الأردنيون للأمير الإنسان بنظرة عرفوها جيدا عبر السنين، فهم على تماس دائم مع صور الناقلات والحافلات وقوافل الخير التي تحمل اسمه واسم الكويت على مدى سنوات لدعم قضية الشعب الفلسطيني في الأردن والضفة الغربية وغزة عبر المملكة ومراكز المخيمات الفلسطينية. هم يشاهدون دوما شوارع عمان المكتظة بقوافل الإغاثة والمساعدة الإنسانية لفقراء الأردن، لكافة المناطق الفقيرة والنائية والمجتمعات الأقل حظا والأكثر فقرا. خبر الأردنيون أمير الكويت إنسانا وقائدا للإنسانية منذ عقود، فلم يفاجأوا بالتقدير الدولي والقرار الأممي باللقب الذي أطلقته الأمم المتحدة على سموه كقائد إنساني، إضافة إلى تسمية الكويت مركزا إنسانيا عالميا. الحدث واللقب مثار فخر واعتزاز أردني كما هو كويتي تماما. ولا شك أن الاحتفال الذي سيجري بمقر الأمم المتحدة لتكريم سمو الأمير ما هو إلا تقدير لمركز الكويت الإنساني والريادي في مختلف المجالات. سمو الأمير له فضائل كثيرة على كل الشعوب والدول العربية، وأيضا في المحافل الإنسانية فهو قدم الكثير من المال ومن الجهد ومن الآراء ومن الفكر الناضج، من الحنكة التي قادت الكويت إلى أن تصل إلى هذا المستوى الرفيع بين هذه البلدان. منذ عام 2011 لم تغب صورة القائد الإنسانية الأمير حفظه الله عن ذاكرة ووجدان الأردنيين رسميا وشعبيا، فقد بقي خيره وخير الكويت عبر ملايين المساعدات، القوافل وجسور الإغاثة التي لم تنقطع حتى اللحظة لدعم وإغاثة الأشقاء من اللاجئين السوريين في المخيمات ومراكز الإيواء. حين كان لاجئو الزعتري الهاربين من قصف النار تحت قصف البرد والثلج في صحراء المفرق على الحدود وبردها، قفز فكر الأمير لأول قرية نموذجية كويتية بتبرع كامل من سموه وبأقصى سرعة لضم آلاف البيوت الجاهزة والكرفانات لإنقاذ أشقاء الدم الكرماء بخير الكويت وخير الأمير بعد أن ذلتهم الحرب. كافة الفعاليات في الأردن وعلى كل المستويات أبدت اعتزازها واعتبرت الحدث مثار فخر واعتزاز للكويت ولكل عربي وأردني، واعتراف بدور الكويت الإنساني الكبير في تقديم يد العون للشعوب التي تتعرض للكوارث والحروب. حدث يؤرخ لمرحلة ويتوج لمسيرة من الخير والحس الإنساني العالي الذي يحفره اعتراف دولي وتقدير لمكانة وقيمة اسمها قائد الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. هذه الألقاب هي جزء من التقدير لشخص الأمير الذي لا يتوانى لحظة في تقديم أي معونة إنسانية لأي محتاج في دول العالم، وقد أثبتت الكويت بأنها هي المبادرة في الدول العربية بشكل عام في تقديم أي دعم لأي متطلب إنساني إن كان عربي أو إسلامي أو عالمي في كل مكان.
قائد للإنسانية ورمز للعطاء الذي لا ينضب، هكذا يرى الأردنيون بكافة شرائحهم مسيرة سمو ونبل وخير متواصل لصاحب السمو، فأينما توجهت فثمة بصمة خير يتلمس أثرها الناس. هاني البدري، تلفزيون دولة الكويت، عمان.